انا استاذنك بمناسبه كلام المسؤولين، انا كنا اثرنا قبل الفاصل مشكله انقطاع المياه في العديد من المناطق القاهره والجيزه، عشان نستوضح المعلومه واسبابها، لان الناس بصراحه زعلانه. معانا على التليفون المهندس ممدوح رسلان، رئيس شركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. تحياتي لحضرتك وتحيات دكتور جمال شعبان معنا في الاستوديو يا فندم. اهلا بيك يا فندم. يا ترى فندم، ان الميه قطعه بقى من اعتقد من يوم الخميس اللي فات، احنا كنا طبعا متفهمين حجم الامطار، اتاحت الفرصه لشبكات الصرف لصرف المياه، لكن لغايه النهارده في مناطق بتعاني يا فندم. هو جد جديد طبعا مع الامطار ان حصل سيول. ايوه. حركة زي ما انت عارف السيول بتنزل في المناطق مفتوحه، كلها بتبقى مناطق صحراويه ومناطق فيها رمله وغروبه كثيره. نعم. فالميه دي جذبت معاها كميات كبيره جدا من الرمال الناعمه ونزلت على فخرات السيول على النيل. ده اللي خلى لون النيل اتغير، يمكن كل الناس شافت دلوقتي لما تبص على النيل بتلاقي لونه بني شويه. تمام. ده نتيجه العكاره الزياده. المحطات بتاعتنا اللي هي قدره على استيعاب العكاره دي ومعالجتها. النسب اللي موجوده النيل دايما في حدود ال 30 وحده. العكاره لما جت وصلت ل 5000. اوه. فبالتالي ده حمل تحميل كبير جدا. المحطات بتاعتنا ما تقدرش تتعامل مع هذا الرقم، وبالتالي اضطرينا ان احنا نقفل المحطات، واعلنا ان احنا هنقفل بالظبط امبارح. قفلنا لغايه وشغلنا الساعه 9 6 ساعات امبارح. النهارده برضو العكاره للاسف زادت تاني برضو ال 3000 و3500. برضو اضطرينا نقفلها وابتدينا نشغل من الساعه 3. معظم المناطق ابتدى يجي لها ميه، لكن ما زال لسه في اماكن. يعني دلوقتي حالا وانا بكلم حضرتك برضو العكاره ابتدت تزيد تاني. تزيد. اضطرينا ان احنا بنخفض الانتاجيه بتاعت المحطه، وبالتالي ده بيأثر على مناطق معينه. نعم. يعني لغايه دلوقتي منطقه العجوزه لسه فيها مشكله، المنطقه اللي هي في احمد عرابي وجزء من شارع السودان لسه في مشكله. نعم. هم بيتغذوا من محطه امبابه. بنأمل ان شاء الله العكاره تنزل بقى ان شاء الله. يعني احنا متوقعين على بكره ان شاء الله يكون الموضوع العكاره ده انتهى، لان برضو هي الرمله العالقه دي او المتعلقه في الميه دي بتترسب طبعا، بس بتاخد وقت لان هي رمله ناعمه جدا ودقيقه جدا. نعم. بتاخد وقت كبير شويه في الترسيب. وعلى فكره العكاره دي بتنتقل من محافظه الى محافظه لان هي ماشيه مع ميه النيل. احنا دخلت على المنوفيه ودخلت على الشرقيه جميل. فاحنا طبعا احنا مقدرين جهودكم ورساله شكر بنوجهها لكم على دور رجال الشركه القابضه في كل المحافظات. ساعه الامطار وتفريغ الشوارع من المياه الزياده، ودوركم في تسليك مجاري المياه، يعني بصراحه دور بطوله اشدنا به وقتها يومها، وربنا يوفقكم ان شاء الله رغم امكانياتكم ومعداتكم المحدوده اللي لازم يعاد فيها النظر الفتره الجايه ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله.